السلام عليكم طلبتي الأعزاء، في هذا الفيديو سنكون مع حل تمارين Activity Book للسن 2. بسم الله نبدأ. Exercise 1. Read the text on pupil's book page 6 again. اقرأ النص من كتاب الطالب في الصفحة السادسة مرة أخرى. And circle T، ضع دائرة حول حرف T والذي يرمز إلى كلمة true، أن المعلومة الواردة في هذا السؤال في هذه الجملة صحيحة، or if false، خاطئة. Then explain your answers، ثم وضح إجاباتك لماذا اخترت true أو false. عودوا للصفحة السادسة هنا وأعيدوا قراءة هذه الفقرات، شرحناها كاملة في الفيديو السابق. 1. Dana always goes to England in the summer. دانا دائما تذهب إلى إنجلترا في الصيف. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ قالوا لنا أنها false، خاطئة. نحن سمعنا دانا تقول أنها تذهب في الصيف. We often go to England in the summer holidays. نحن غالبا نذهب إلى إنجلترا في عطلات الصيف. إذا هي قالت أنها تذهب إلى إنجلترا في عطلات الصيف، ولكن لماذا قالوا لنا أن الإجابة false؟ قالوا ذلك لأن الجملة الأولى كانت always، دائما، ولكن الحقيقة هي often، غالبا. إذا لا يذهبون دائما ولكن يذهبون غالبا، أي في بعض العطلات لا يذهبون، لذلك الإجابة تكون false، خاطئة. 2. Dana likes reading books. دانا تحب قراءة الكتب. So she enjoys her English lessons. لذلك هي تستمتع بدروسها الإنجليزية، دروس اللغة الإنجليزية. هل هذه المعلومة true، صحيحة، أم false، خاطئة؟ المعلومة true. لماذا؟ لأننا إذا عدنا لكلام دانا فهي قالت I love reading and writing at school. إذن هي تحب reading، تحب القراءة، وقالت My favorite subject is English. مادتي المفضلة هي الإنجليزية لأنني أقرأ الكثير من الكتب الممتعة. إذا نقطة أنها تحب القراءة ومادتها المفضلة الإنجليزية، إذا المعلومة صحيحة، true، صحيحة. ونكتب جملة لتوضيح هذه الجملة. إذا دانا she loves reading and her favorite subject is English، نفس المعلومة، المعلومة صحيحة. 3. Alex enjoys playing team sports and football is his favorite. Alex يستمتع بلعب رياضات جماعية، رياضات في الفريق تحتاج فريقا لممارستها، وكرة القدم هي المفضلة لديه. الإجابة صحيحة لأن Alex قال I love football، أحب كرة القدم، because it's exciting and fun to be part of a team، لأنها ممتعة ومن الممتع أن تكون جزءا من فريق. إذا هو يحب أن يمارس رياضات فيها فريق، يكون عضوا في هذا الفريق، ويحب كرة القدم. إذا أليكس قال أنه it's fun to be part of a team، من الممتع أن تكون جزءا من فريق. 4. Alex says that he doesn't like doing winter sports. Alex يقول أنه لا يحب ممارسة الرياضات الشتوية. Winter، شتاء. قرأنا أن أليكس يقول In the winter I go snowboarding and skiing. إذا هو يذهب في الشتاء لممارسة التزلج على أنواعه، فهو يحب هذه الرياضات. فالإجابة هنا ستكون false، خاطئة. لماذا false؟ لأنه he goes snowboarding and skiing، لأنه يذهب للتزلج على البورد، اللوح، والتزلج على اللوحين الرفيعين، أيضا تزلج على الثلج. 5. Sammy is living in Jordan now, close to the sea. سامي يعيش في الأردن الآن قريبا من البحر. نحن نعرف أنه يعيش في الأردن، ولكن سامي متضايق لأنه انتقل من العقبة إلى عمان. هل يوجد بحر في عمان؟ بالتأكيد لا. إذا هذه المعلومة false.
إذن he lives in عمان and he misses the sea. هو يعيش في عمان و misses يفتقد البحر لأن عمان بعيدة عن البحر. إذن close to the sea خاطئة وعمان جزء من جوردن من الأردن. 6. Sammy has met some friendly people at his new school. سامي قابل بعض الأشخاص الفريندلي ودودين في مدرسته الجديدة. هل عبر سامي عن ذلك؟ سامي قال All the students here are very kind. جميع الطلبة هنا لطيفون جدا. إذن الجملة صحيحة. لأن all the students are very kind. هذه جملته. هذا ما قاله. 7. May was born in Jordan after her parents came from China. May ولدت في الأردن بعد أن جاء والداها من الصين. May قالت I come from China. أنا جئت من الصين أو أنا من الصين. We moved to Jordan. نحن انتقلنا إلى الأردن. إذن هي ولدت في الصين وانتقلت إلى الأردن. فالإجابة تكون false خاطئة لأنها لم تولد في الأردن. والصحيح أنها جاءت من الصين ولم تولد في الأردن. She comes from China. Exercise 2. Answer the questions about the WOW team members. أجب عن الأسئلة عن أفراد فريق WOW. Give reasons. أعطي أسباباً. أسباب للإجابة. 1. Which person is probably the most athletic? أي person. Person شخص. أي شخص هو probably المحتمل أو على الأغلب أنه most الأكثر athletic رياضياً. أيهم رياضي أكثر؟ الإجابة وضعوها لنا هي أن Alex is probably the most athletic because he talks a lot about sports and outdoor activities. إذا من المحتمل أن Alex هو الأكثر ممارسة للرياضة بينهم لأنه يتحدث كثيرا عن الرياضات والأنشطة outdoor التي تجري خارج المنزل. 2. Who probably likes fashion and making things? من غالبا يحب الأزياء وصناعة الأشياء. سمعنا ماي تقول أنها تحب التصميم وتصمم ملابسها الخاصة. إذن الإجابة ستكون ماي. ولماذا أجبنا ماي؟ Because she loves design and she makes her own clothes. لأنها تحب التصميم وهي تصنع ملابسها الخاصة. 3. Which person wants to protect nature and the earth? أي شخص يريد أن يحمي الطبيعة والأرض؟ إذا عدنا لأقوال سامي فإننا سنجد أنه يقول I really love science and nature. أحب العلوم والطبيعة. وقال أنه يذهب I ride my bike to school. يذهب للمدرسة بالدراجة لأنه يريد أن keep our planet clean. يريد أن يبقي كوكبنا نظيفا. إذن هو يحافظ على البيئة ويحافظ على الأرض. فنجيب بأنه سامي because he is interested in science, nature and the environment. مهتم بالعلوم والطبيعة والبيئة. Environment بيئة. Which person probably speaks English at home? أي شخص غالبا يتحدث الإنجليزية في المنزل؟ قالت دانا أن جدتها من إنجلترا وهم غالبا يذهبون في الصيف إلى إنجلترا. وأليكس هو أصلا من المملكة المتحدة من إنجلترا أو بريطانيا. هو أصلا إنجليزي إذن يتحدث الإنجليزية. فنقول أن دانا وأليكس هم الذين يتحدثون الإنجليزية. أي شخص غالبا يتحدث الإنجليزية في المنزل؟ الإجابة Alex because he's English. Alex لأنه إنجليزي. And Dana ودانا because her grandmother is from England لأن جدتها من إنجلترا and she spends holidays there. وهي تمضي العطلات هناك.
Exercise 3. Read and complete the questions and write your answers. اقرأ وأكمل الأسئلة واكتب إجاباتك. Then ask and answer with your partner. ثم اسأل وأجب مع صديقك أو شريكك. Write their answers in your notebook. اكتب الإجابات في دفترك. لدينا السؤال الأول. Where وقد وضعوا الحل. Where do you come from? من أين تأتي أو من أين أنت؟ نجيب I come from Jordan. أنا من الأردن إذا كنتم من الأردن. إن كنتم من بلد مختلفة فضعوا اسم البلد هنا. 2. How فراغ are you? مر معنا هذا السؤال في الفيديو السابق من كتاب الطالب، حيث أن أحد الطلبة أجرى أسئلة وحوارا مع طالب آخر فسأله كم عمرك؟ فنقول How old are you? كم عمرك؟ الإجابة ستكون I am، ثم نذكر الرقم رقم العمر، ثم years old. أنتم في الصف السابع غالبا أعماركم 12 عاما فتقولون I am 12 years old. 3. فراغ where you born. Where you born ولدت. إذا السؤال أين ولدت؟ أين معناها where. نسأل عن المكان ب where. Where you born. انتبهوا لاختلاف الكتابة، هذه where وهذه where، ولكن هذه verb to be ماضي are و where أين. Where you born. لنفترض أنكم ولدتم في عمان، تجيبون I was أيضا في الماضي لأن السؤال ولدت في الماضي. Was هي ماضي am، فنقول I was ثم born in عمان. إذن I was born in عمان. بهذا التمرين أعزائي نكون قد انتهينا من حل التمارين من وحدة Welcome الترحيب. سنكون بإذن الله في الفيديو القادم مع الدرس الأول من يونت 1 من كتاب الطالب. السلام عليكم.